لكني بهالكم قرصة على خدودي طلعت بنت 18 سنة. يو لكان ليش كنت طامرة حالي بالحياة وأنا بعزه لشبابي؟ كتر خيرك يا لمعات خانم إنك صحيتيني على حالي. ولا هالروب من 15 سنة ما لبسته شحة آكل من جسمي شقفة. قولي على قامتي لزقت طنجرة الهي لطية يا سواد وشي منك يا محمد. يا ميت أهلين وسهلين. تفضلي خانم تفضلي. أهلين فيكي بس ما أكون إجيتك بوقت غير مناسب. لا ولو أنت بتشرفي قيمك ما بدك البيت بيتك. الله يسلمك يا رب. شو يا أم صابر كأنك حليانة اليوم؟ عن جد؟ هلأ أنت حلوة من يوم يومك بس اليوم حاسستك هيك مزهزة وموردة زيادة. ربي يجبر بخاطرك يا خانم. كأنه في ريحة شويت. ايه هدول الجيران يبعث لهم حمى على طول بتطلع هيك روايح من عندهم. يا حرام هالأمطالب اليوم حسيتها زعلانة زيادة زيادة عن اللزوم. ليش قليلة اللي عم بيصير فيهم يا خانم؟ لا والله ما أنا قليلة. أم صابر معقولة ما صار معهم شي بخصوص مريم؟ لا قولي على قلبي على حالة المسكينة. وما فكروا ياخدوها على شي مشفى أو على حكيم تاني؟ يعني معقولة يتركوها هيك؟ ما بعرف يا خانم ما بعرف. طيب والمشاكل اللي عم بتصير بالحارة؟ يعني أنا ما بيحكوا قدامي بهيك شغلات. طيب قبل ما أنسى تفضلي لمعاد خانم. فكرتي بموضوع جوازتك ولا لسه؟ يا خانم لو بتتركي لي إياها هيك يومين تانيات لحتى دوزنا بعقلي. لا يا أم صابر بدك تقرري بسرعة لأنه ما ضل معنا وقت كتير. امهليني كم يوم وأنا براسي بروح برد لك خبر. ايه بس بدك تعجلي يا أم صابر لأنه بينفقوا العرسان الكويسين وما بيبقى لك غير الختايرية واللي على العكازة. ليش العرسان تنقاية؟ لك ايه بس إليك طبعا لأنه إذا وافقتي وقررتي وقلتي ايه رح خلي مراد آغا ينقي لك أحلى شاب ويكون من طرفه. ايوه لكان ايه انا بدي اخدمك من جوات قلبي. معقوله قاعده بهالبيت وما في قدامك حدا تتسلي فيه؟ ايه بدي اجيب لك عريس تبلي قلبك من جوا فيه. ام طالب ام احمد شوفي بالي كثير مشغول وحاسه الدنيا كلها معنا وسعانتني. شو عم تحكي لك اختي استهدي بالرحمه. أم طالب مو بإيدي مو بإيدي جسمي كله عم يرجف من ساعة اللي قعدت على هذا الأسكي الضرابة. شو نعمل هلا؟ ما بعرف. لك أختي أم صابر أنت اللي عم تعملي لا عيب ولا حرام. طولي بالك واتكلي على الله. بعدين جوزك مثل ما سمعنا ابن حلال. يبعت لحمة هذيك الساعة اللي وافقت إني أتجوز فيها ناقصني جواز أنا. هلا هذا الحكي ما عاد له طعمة. شغلة صارت ومشي الحال. اتكلي على الله. استهدي بالرحمن امسكي المعوذات. مثل ما عم بتقول لك ام احمد. يلا اختي يلا بتخفي لك على هالورطه اللي ورطتها. بسم الله يلا تقبريني. هاتي ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله الف مبروك. انا شبك كانك مالك على بعدك. انا لا ما في شيء. مصابر مو تسودين نوشنا قدام العريس. نقينا لك أحلى وأجدع عريس بين كل العرس. أوعيكا لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير. مبروك. الله يبارك فيك. شو هالحلاوة هي؟ شو هالحلاوة يا ست ستات؟ هلا انتي مرتي؟ يا ارض احفظي ما عليكي. خجلتني ابن عمي. شو؟ هيدي حبيتها من تمك هي؟
ابن عمي؟ عيونه لابن عمك. يعني مو حاسس انه انا اكبر منك بشوي؟ اكبر مني شو؟ انت بتحطي بنت ال 17 بجيبتك الصغيرة. الله يجبر بخاطرك. يعني عم قول لحالي بركي مخربت. بشو بدي خربت؟ بالعروس، لانه كان في كتير عرايس، بركي وحده تانية منهم كانت مرتك. صح، كان في غيرك كتير، بس ما كان في مثلك ولا وحدة. انت احلى وحدة فيهم. استني يا شماء. مين؟ انا صالحة. انا مفتاح. ماشي حبيبتي. اهلين تقبريني. تفضلي خالتي. إيه لا هيك كتير، يعني مبارح العشاء واليوم فطور، لا هيك كتير. لا يا خالتي ام صابر، اقل منا جيب لك فطور الصباحية. عقبال ما جيب لك فطور عرسك بجاه رب العالمين. فوتي اشربي قهوة. لا تسلميني، بس بدي نام لك يا من على الباب. حبيبتي انا مو تفكروا تجوزت ونسيتكم، بكره من الصبح بكير رايحة لعند شيخة، لسه اهم من المرحومة نعيمة. معها حق الخانة بتزرعني عند ام صابر. ولا كيف كنا رح نعرف موضوع الشيخة اللي عم تحكي عنها؟ قولي يا رب. يا رب. تفضلي. يلا تقبرني يلا، هاي الفطور جاهز مجهز. حلاوة ونظافة ورتابة. لك تسلم لي هالإيدين يا محلاوة. لك تقبر قلبي. تفضل. تسلم لي الرتابة. لك أنا الله ما يبعت لي. هلا بتاكل وبعدين بنكمل حديثنا. عندك شك بدرية خانو؟ ما عندي شك تقبرني. إيه علي الحلال لما جابت سيرتك قدامي لبعاد خانو، حسيت كأنه سهم وفات فؤادي. عن جد عم تحكي؟ لما عرفت انك ساكنه لحالك من 4 حيطان حبيتك اكثر واكثر. ايوه قلت لها اسمعي يا لمعات خانو، صحيح انا ادمي وما بعمل مشاكل، بس علي الحلال اذا حدا بيقرب من بدريه لشرك له وشه واقلب جلده دربكه. اطلع من هالبواب اطلع، وقول انك قبضاي وذكرت ورجال الارض كلها بتخشاك. وانت مين قال لك هالحكي؟ بصراحه بدري لا تغوشيني، يحكي بصراحة. لمعات خانم يعني مين غيره؟ ايه شو قالت لك كمان؟ بصراحة؟ هي علينا، احكي بدري احكي. قالت لي انك اجدع رجال عند مراد اغا، وانك ايده اليمين وما بياخد قرار الا بمشورتك. ايوه وانت جاي تعمل لي حالك مسكين ودرويش. أنا ما بحب بين هالموضوع إلا وقت الضرورة بس. ولك تقبر قلبي شو إنك زقرت وقبضاي وبتسوى تقلك ذهب. ولك أنت الذهب والألماس والفضة، لك إن شاء الله ما تخي يا بدرية. تقبرني؟ بتسمح لي أقدم لك هدية؟ أوف، لك أنا منك باخد سم مو هدية. يبعيد الشر عن قلبك، غمض عيونك. ليش بقى؟ غمض عيونك كرمالي. لك أنا كرمالك مو مغمض عيوني، كرمالك بعميهم لعيوني. بعيد الشر عن عيونك. ها هاي غمضنا. لا تفتح بس لا تطولي. يلا فتح. وبالي معك بالي 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 يا ابو الجبين علي 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 أحياء سوا عينك يا حبيبي غيرك ما يا حلالي. وكيلك لو لزعل الآغا لأهرب من هالسعدانة من أول لحظة. لا يا عدلي لهالدرجة؟ لك قد أمي يا رجل. إيش شو بدك تساوي لك يا عدلي؟ بدك تصبر. هو هيك بس بتعرف شغلة؟ مراد آغا معه حق. ما فهمت. طلعت أم صابر صاحب الروح بالروح مع بيت أبو طالب. ايوه بتبلغ مراد اغا انه ام صابر رح تجيب شيخه جديده لبنته لابو طالب. وعرفت عنوانها؟ ايه محلك المسكيه. شو اسمها؟ على قول ام صابر اسمها الشيخه خديجه، وطلعت من على بكره الصبح تجيبها لبيت الجماعه. ايوه منشان هيك قطفت رجلي لعندك منشان بلغك بالموضوع.
لأنه على قول أم صابر إنه هي الشيخة منيحة. وصل، طمن بالك. يلا بخاطرك. بكرة نازل على الشغل؟ إن شاء الله، أنا هلا رايح أرتاح بالبيت. الله معك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أم قرد منيحة. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب.